السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتفاوض إدارة نادي ويلفرهامبتون مع نظيرتها لدى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لتحويل اللاعب الدولي الجزائري رايان أيتنوري. ويرتبط المدافع رايان أيتنوري ذات 22 سنة مع فريق ويلفرهامبتون الإنجليزي بعقد تنقضي مدته في صيف 2026. واشترطت إدارة نادي ديابي استلام مبلغ 70 مليون أورو لتحويل رايان أيتنوري إلى فريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا. في الطرف المقابل اقترحت إدارة نادي مانشستر سيتي دفع مبلغ معين إلى مسؤولي فريق ويلفرهامبتون أقل من القيمة المالية المذكورة، ومنحهم أيضا المدافع سيرجيو غوميز ناظرا الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري رايان أيتنوري. وفي تقرير نشره الموقع الإنجليزي فوتبال ترانسفيرز سهرة الاثنين، فإن المفاوضات لا تزال جارية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن مسؤول الناديين المحليين أرسنال وليفربول يراقبون السباق، وقد يقتحمون المضمار لخطف رايان أيتنوري من فريق مانشستر سيتي في لحظة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.